نهاركم زين ومبروك. واش تقولوا فيها انسابلي؟ ولكن ما راناش رايحين نلصقوا حبه مع حبه بالمعجون ولا حتى بكريمه الزبده، وانما افيك اون مورينغ. صدقوني يجي الفيزيوال تاعو بزاف شباب، ديروه شوكولا والمورينغ تجي هكاك بيضه، شيء فاخر وفريمون بزاف سهل. ندوزو للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. المقادير بزاف بسيطه، عندي 125 غرام من الزبده، شوفوا شحال راهي طريه. نضيف عليها بيان سور نص كاس تاع السكر الناعم هكذايا، نضيف عليها رشه تاع الملح ورشه تاع لافاني، نضيف عليها زوج مغارف تاع الكاكاو الفاخر اللي الريحه تاعو تنفنف. بسم الله. ونضيف حبيبه تاع البيض بدرجه حراره المطبخ، كلش راهو بدرجه حراره المطبخ. ونقول بسم الله ونبدا نحرك. تقدروا تستعملوا ان باتور اللي تحب تسرع، ولكن انا الزبده تاعي راهي طريه. المقادير تاعي اندمجت بكل سهوله لانه الزبده طريه. نجي ونضيف نص كاس تاع المايزينا تاع انشا، ونضيف مغرفه تاع اللوز، لوز بودره، تقدر تكون بكل بساطه مغرفه تاع حليب بودره، حتزيد اضافه رائعه هكذايا. اوب، ومن بعد نجمع بالفارينة حتى نتحصل على عجينة طرية بيان سور، مع إضافة مغرفة صغيرة من الخمارة. نرش شوية تاع الفارينة فوق سطح العمل، وناخد نص تاع العجينة، نقول بسم الله هكذا ونحلو. تقدروا تحلو فوق ان بابي كويسون ولا بين كيسين هكا غذائيين. فوالا عجينه طريه موزونه، وكيما على بالكم الكاكاو ينشف. الوغ ما نخافوش، راهي رايحه تجي بزاف سهله. ما نرققوش بزاف بيان سور، يكون ارتفاع شباب. ونجي انا خيرت ندير دي زومبورتو بياس هكا صغار، تحبوا مثلث تحبوا دائري تحبوا تنوعوا هكذا. وبيان سور كامل هاد لي شوت ناخذ قطعه جديده بلا ما نعجن، ديما ديما هكذايا نزيدها ونكمل خدمتي. وهكذا كي كملت كامل طبعت الكوشاي سخون على 200 درجه، نحط الحبيبات تاع السابلي في الرف الوسطاني على 170 درجه. صدقوني كتر من 10-12 دقيقه ما تزيدوا لهمش. السابلي ديالي طاب، راهو يشهي، دا غير واش لازم 10 دقائق وفقط. نحطو دو كوتي هكذا، نحيه منا اوب. وناخذ باش نحضروا لا مورينغ ديالنا، عندي اون كاسرول فيها الماء راهو يسخن على نار قليله، مي فريمون قليله. في الوعاء درت تقريصه تاع الملح، وندير بياض حبيبه تاع البيض بدرجه حراره المطبخ. نحط بياض البيضه ونقعد ندرب حتى وين يترغوى قبل ما نضيف له كاس من السكر. نجي ونضيف الكاس تاع السكر الناعم اوب، مع شويه تاع اللافاني هكذايا، ونقعد ندرب فوق النار قليله. وهذيك لافابور راهي رايحه تعقم البيض وطيبهولي. شوفوا ليا القوام تاعها اكثر من رائع، شوفوا شوفوا هايله ومعقمه وما عندي ما نخاف. فوالا شوفوا ليا المورينغ بيان سيغي. ونجي ناخد اوب، ندير ديرو بسخاء بسخاء، باسكو السكر تاعها درنا زوج مغارف تاع الكاكاو، السكر تاعها موزون هكذايا. اذا ضعفتو السابلي ضعفو، ديرو زوج بياض بيض باش تحضرو هاد الكريمه، شوفو هكذايا. من بعد ناخد خوتها ونغطي، كي نغطي نضغط من جهه وحده، معناتها هنا هكذايا جابلاتي، نضغط باش تخرج اوب.
كملنا كامل هذوك الحبيبات ديالنا وذوبت الشوكولاتة على حمام مائي. انا استعملت ذوق البندق، هذه هي درت لها مغرفة صغيرة تاع الزيت. شوفوا لي كش راهي رائعة. دوكا نجي هنا واش ندير الحبيبة ديالي، مغطى صغير نص تاعها، هذا مكان هذه المدورة ندير هكذا اوب وفقط، ونوجد ان بابي كويسون نحط فوقه. صابليت عنها اليوم من المتميز بزياده وجد. شوفوا لي الفيزيوال تاعو شحال شباب، كنا قادرين نزيدو له من الفوق فوق الشوكولا قبل ما تجمد شويه تاع لي بيستاش، كان حيجي اكثر جمالا ويبهي الحبيبه. درناه هكا دوائر ودرناه هكذا مثلثات ولا دي بيراميد. شوفوا لي الشكل تاعهم، شوفوا لي صدقوني روعه، بنا مخلفين. هذيك المورينغ طيبناها وعقمناها، ما عندنا ما نخافو. نبدلو شويه على لا بودر دو شونتيي وكامل هذوك الكريمات اللي فيهم بزاف تاع الزبده. نتمنى تجربوا الوصفه، انسابلي بزاف بريزونطابل وسهل، مقاديره بسيطه تفرحوا بها وتذوقوها لجيرانكم وتردوا علينا بالخبر. وما تنساوش تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.